السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة كود إغنايتر 4. في الجزء السابق كنا هضرنا قلنا بأنه غادي نزيدو لي زيماج لي بوست ديالنا. فقبل ما نزيدو الفورم ونزيدو هادشي، فخصنا بعدا نزيدو بحال كيف درنا في اليوزر اي ديالنا، فخصنا نزيدو واحد لو شون اللي سميتو ايماج، ولا نسميه بوست ايماج، ولا اللي بغيتي سميه. فباش نزيدو داك لو شون خصنا نزيدو الميغراسيون، فغادي نحبسو السيرفر ونزيدو الميغراسيون ديالنا مايغريت كرييت، ونسميوها اد ايميج كولوم تو بوست تيبل، نديرو اونتري. مال هذا عاوتاني ايرور واير اب داتا بيز، مالاش ماش ايرور وايل كرييتين فايل اب داتا بيز ميغريشن، عندي شي مشكل في الميغراسيون هنايا. عرفتش عاوتاني فين هاد، منين جا هاد المشكل هذا، ما فهمتش. واش بي سبارك مايغريت كرييت، داير هاد النجمة هادي، فداك النجمة ما شتهاش. هاي شتيها هادي هنا ما شتهاش. المهم ها هو الفيشي دابا تكريا، فغادي نزيدو نمشيو للداتابيز ديالنا. هنايا غادي نلقاو الفيشي تزاد عندنا، الميغراسيون تزادت، فغادي نهزو هذا اللي كنا زدناه هنايا، نفس هاد الكود اللي درنا هنا، غادي نعاودوه. كاين شي حاجة اللي هي جديدة، شي راه ديجا درناه. فغادي نجيو لهنا الاب، غادي نقولو الفيلد غادي يكون هو شنو نسميوه، سميوه بوست ايميج ولا نسميوها غي ايماج، المهم اللي بغيتي خليها بوست ايميج. وهنايا التيب غادي يكون فارتشار، وغادي نعطيولو الكون عند بلاتي نزام الاخر باش ما نغلطش في له، باش ما غلطوش في الكتابة. كونسترانت نزوها من شي واحد من هادو، هادي نزو من هنا، سدو هادي باش ما نغلطوش في الكتابة وصافي. كونسترانت نعطيوها 128، وهنا الديفولت نعطيوها نال، بار ديفولت تكون نال. وهنايا قلنا اد كولوم غادي تمشي لنا البوست وفيلدز، وهنا عاوتاني هنا عاوتاني غادي نخدمو بالعكس، دروب كولوم من الاخر بلاتي. حنا نشوفو هاد الفونكسيون شنو كتاخد تيب اللي قلنا اللي هي بوست، كتاخد الكولوم نيم اللي هي بوست ايميج. فدابا حنا زدنا الاخر ديالنا، زدنا الميغراسيون، قلنا عندنا البوست ايميج تايب فارتشار كونسترانت 128 ديفولت نال، وهنايا زدناها في البوست. فاش نديرو الرول باك نحيدوها من البوست، فين هي هاديك، فغادي نديرو بي اتش بي سبارك مايغريت، نديرو اونتري. فالميغراسيون هي دازت، فمعرفتش هاد النجمة هادي ما كتخرج، معرفتش منين كتخرج. فغادي نديرو بي اتش بي سبارك سيرف، فغادي نمشيو دابا نحيدو هاد الميغراسيون، ما عادش نحتاجوها. كنظن غادي نسدو هادشي كامل. الا مشينا دابا لهنا ودرنا ستريكتور، ففي ستريكتور غادي نلقاو تزاد لنا بوست ايميج. فهي تزدت هنا، والديفولت ديالها هو النال. وإلا مشينا لك البوست اللي ديجا عندنا تمايا، فغادي نلقاو فيه النال. كنظن هادشي اللي كاين، أولا بلاتي نزيدو شي حاجة بلاتي، فمازال بعدا نزيدو. أنا نهضرو بعدا على الفورم. فالفورم ديجا رحنا درنا الفورم اوبن اللي كنا سبق ودرنا في الأجزاء السابقة باش كنفتحو الفورم، قلنا كنديرو فورم
اوبن، ولكن دابا فاش يكونوا عندنا لي زيماج فخصنا واحد الانك تيب ملتي بارت اللي كيحتاجها الفورم اللي غادي تصيفط واحد الفيشي، فخص ضروري ما يكون فيها واحد الانك تيب اللي كيحدد بإلا اللي كيقول السيرفر بأن هاد الفورم هادي راها غادي تجيب فيشي، يعني غادي نصيفطو حنا واحد الفيشي. دابا إلا مشينا لهنا خصنا السيرفر يعرف بأن هاد الفورم هادي ديال اجور تي ان ارتيكل بأنها راه غادي تصيفط فيشي. باش تصيفط فيشي كنجيو لك كرييت، شنو سميناه كرييت، ياك كرييت بوست، كنجيو لهنا وكنحددو في الفورم هنايا ويريز الفورم، ويريز الفورم هنا فاش كنجيو كنا كنزيدو الى كانت فورم عادية غادي تزيد حداها الانك تيب، هكذا انك تيب انك تيب انك تيب، كتحدد الانك تيب ملتي بارت الى عقلت ملتي بارت فورم داتا. المهم زيدها حدا الفورم تطلع عندك الى كنتي داير الفورم العادية، كنتي خدام كيما خدامي انا غادي نديرو هنايا كود اغنايتر كتعطينا هاد اوبن فورم ملتي بارت، هادي هي is identical to form open ولكن هي accepts that it adds multi parts attributes which is necessary الى بغيتي دير الفورم to upload files، الى بغيتي تخلي الفورم انها تصيفط لي فيشي. فغادي نجيو لهنا وغادي نديرو ها هي form open multi parts، و الى جينا هنا ودرنا actualize دابا وفتحنا ولا شفنا درنا انسبكتينا الفورم ديالنا، فانت شوف هنايا هاهي شتيها تزادت اونك تيب ملتي بارت سلاش فورم داتا. فانت الى كنت خدام غير بهادي العادية غادي تزيد هاد السطر هذا، تزيد هاد السطر هذا، هتزيد اونك تيب تساوي ملتي بارت سلاش فورم داتا الفورم ديالك الى كنت خدام بهاد الطريقة هادي. كنت خدام بالطريقة اللي خدمت بها انا غادي تقلب دير فورم اوبن ملتي بارت. فهذا ما كان في هذا الجزء، وغادي نشوفو في الجزء الجاي فين غادي نزيدو الانبوت فيلد هنايا، وعاد نزيدو الفونكسيون اللي غادي تستريتنا الاخر، نزيدو الفونكسيون اللي غادي تستريتنا يعني لونفوا ديال الفيشي، فنطلقوها في الجزء القادم.